بسم الله ما شاء الله السلاحفي ننجى السلاحف سلاحف برية السلاحف تعتبر من الزواحف وهي طبيض تشبه نسول طبيض بيض في الأرض كما تفعل السلاحف البحرية تخرج إلى الشاطئ وتبيض في الرمل تبيض السلاحف البرية في الأرض أيضا تحفر حفر وتردم فيها بيضها ثم ليقبس عندي هنا الكثير من السلاحف قرابة 9 سلاحف لكن لا أدري يختفون في الأعشاب به هذه سلاحف تونسية أصيلة السلاحف التونسية تكون حجمها عادة متوسط ليس مثل فهناك سلاحف كبيرة جدا في جهة أمريكا الجنوبية يصل حجمها إلى 500 كيلوغرام هذه السلاحف ربما تصل إلى 2 كيلوغرام أو 3 لا أدري بالضبط حسب السن والسلاحف من الحيوانات المعمرة جدا تعيش هناك سلاحف تعيش حتى 500 سنة وهي من آكلات العشب تورتي لا تورتي تورتي نينجا سلاحف النينجا تريد أن تختبئ الآن جاء قرب وقت المغرب لتذهب إلى النوم يريد أن تختبئ بالقرب من قفص الحجل البري